حط عليهم الكلام ووقف فيهم كل علم طيب. تأقلمت معهم يا طويل العمر وكسبت الرجل، هذا والله المكسب العظيم. يستاهلون وانت تستاهل. تأقلمت معهم من طيبهم. عندك شيء عندك شعر يا حسين؟ الله الله. مجاهيم طبعا انتم تحبون المجاهيم. الله الله. عطنا في المجاهيم. مجاهيم والله ما كتبت فيها. انت تكتب؟ لا. في الوالدين، في الخوة، في كونة من الغزل. يقول طول عمره في قصيدة في أمها. الله عجبني. أجمل شيء في الأم ولا في الأب؟ طب في الأم ولا واحدة ثانية؟ لا لا بالأم. أبشر. يقول يمه لا يلحقش من جور وقت الشور. لا نبي صدى. كنترول نبي صدى. هات صدى. إيه. يلا. يمه لا يلحقش من جور وقت الشور. صدى. يمه لا يلحقش من جور وقت الشور وأنا ولد شلي باسمه. تنادين حطيني في وجه المصايب والسنين الدور وانا الشحزامل وضلعهم مايلين يجعلني في درج لشلي بها جنات حور اللي حصل لي من الزمان نسيه ماني حزين خسارة المال ما ناخذ عليها شور ولها من نهج العرب نقضي الدين والله يد الشدة الطور من الطور ذا من عيارات 21 كوووو صح حسين يا سلام يا حسين يا سلام وفي الخوة يا حسين خوة يقول بصوت نبيها بصوت يقول تجمل يا محادي ما تشيلها صوت صوت معلم دام عبد الله خلاص عبد الله ترى اللي يدخل فيه عبد الله ترى خلاص يقول تجمل يا مال العافيه والزمن دوار الله الله وفيك تجمل في رفيقه حسب حاله ترى في بعض الاحيان ما تنفع الاعذار يا صرت تقد الله ولا صرت تنتاله الله الله بيض الله وجهك أنا ودي أسمع من محسن مو بتاع محسن الله يطول عمرك على خشمي على أنتم مبارك أنا بنجيكم كلكم لا تستعجلوا خلي قدامي هو يلا يا مبارك يلا مبارك هو يحطونك عشان تطلع أنت الشايب أنت ما تدري وش يقدرون وهذا من طيبهم جعلهم كفو يقول المراجل والحياة تتعب قدام العسوس العسوس رحلة من دونها شحت قصار اليدين وخوة أهل الطيب زرع مع الوقت مغروس في حصاده نجني العز والدر الثمين المراجل والحياة تتعب قدام العسوس رحلة من دونها شحت قصار اليدين وخوة أهل الطيب زرع مع الوقت مغروس في حصاده نجني العز والدر الثمين والليالي في سلاها تحدن الضروس مرة تصفى ومر نشين ولا تزين اتحمل طعنة الوقت قدام الهيوس وتكابر قدم الاخصام لو جرحية مكينة شاعر وعيني على الرقم الاول في الجلوس وتنقى الجزل واسلك دروبه الغانمين وتعب افكاري على القاف وتهيض الهجوس واطرق اغراض الشعر بالحدا ولا الهجين والختام الشطر الاخير حطه بين قوس لا تواضع دام خصمك من المتكبري ما شاء الله تبارك تبي محسن ها محسن اي نعم على خشم على حسب انك طريت المجاهيب بعتك قصيت في المجاهيب لا انا ترى احب المغاتير بس انا خابره السعر يحبون المجاهيب كلبنا نحبه يقول لي فاطر اليوم احلي ويش احليها اللي تقول ذا العشاير تسنها باشا لهل سودن يحاول وبره في مزاريها والمتن لمنا وشينه ما حد الناشه جليلة العظم وثقال مواطيها وتسن رقبتها الباقى العمر نعاشه لهل وان شفت شبحة نظرها وراس مدانيها تنها تنوش من العالي تنواشه ترجح صوت الموده يمرعيها ملحن على سكة الهبال شواشه ونقبش ولا الخباري من مناويها معدر بن ابو مخيله هجل رشاشه كل الدبش في نهار الورد يتليها مقام يلحق بها الراعي محواشه يا ما سهرت الليالي في مشاهيها كم ليل ناخذ تساريبهم اغباشه نتعب لها في هواها يوم نغليها واليوم طاري تماثيل على الشاشه يشين جو علي يوم نطريها من يوم مقهوبها والنفس من داشه ولا المرض كان ما خدت من فيها لو قيل شيكر مصدق واستلم كاشه والامر لله وجميع الناس يرضيها كم واحد يفخر بوقته ولا عاشه وعسى ان يسلم من الدنيا وبلويها لابد يوم يجيب طراشه سلام لا لا بدر اليوم الصدق ها بطلع النص خروج عن النص يا سلام انا احب اليوم ترى عندي خروجين عن النص واحد ما لا الحين ما جاء انا مبطل عنكم صدق ومشتاق لقصيدكم لان عندكم لذه وقصيد هالرجال هذا من ضمن القصيد اللي مشتاق له فودي تسمعني في اللي تبيه انت عليه الشحم انت ذوقك عالي يعني
ما نقول أمك أبوك. استعد استعد. أول شيء أبو فادي علم الله أنك على طريق أمس. يا حبيب قلبي. بدر قال لا تجي. يعني ما عليك من بدر أبو عبد العزيز خلاص. هو نائب مدير الإدارة وأنا ما غير. اسلم. اللي بعطيكم إياها هذه يا طول عمر السلامة. صلحها الشاعر حامد بن سامحة. شاعر حامد بن سامحة. أخو محمد. سم أخو محمد بن سامحة. حامد بن سامحة الحياري. أيوة. صاحب الملحمة الشعرية. سوى أبيات وارسلها لي ودي أسمعكم إياها. قال يا سمي الشيخ سالم بن معدي. لا هل. إيش قال؟ قال يا سمي الشيخ سالم بن معدي. عمك اللي يفتخر فيك ويودك انت في الواقع على الواقع تعدي يطنخ ودند ترى ما حد بقدك. يا سمي الشيخ سالم بن معدي. عمك اللي يفتخر فيك ويودك انت في الواقع على الواقع تعدي يطنخ ودند ترى ما حد بقدك. يا السريع غنها يا صلب جدي خمس الجوزه يا ابن عمي يا بيدك فزت وما فزت في هذا التحدي لا يهمك وانت خابر وش مردك والله المعبود ما حولك تردي والمراجل مرثبك وفجاء. هذه الابيات قالها حامد بن سامحة بلساني وانا اكتفي من القصيد ما دمت في هذه المشاركه بس انا بعد ابيات حامد بن سامحة. يا سلام. كفو وصح لسانك ولسانك. الله يطول عمرك. لكن نبغى نسمع شيله من سامحة. انا دائما اطلبها منك اخوي الجم. هلا في وحدها في وحدة بيجيك يا عبد الله تستاهل تشوي اول يوم. يا معاده يا القرب لا تشفق على شاعر رجلي على الكايده دايم مضبيها رجلي على الكايده دايم مضبيها لك واقف يا افتخر بكل خلالي ولك سمعته ما حدا يقدر يضاهيها لك سمعته ما حدا يقدر يضاهيها سعد الخوي لا غدا في الجو دخاري يقضي لزومه ويغديها ويعشيها يقضي لزومه ويغديها تقلط مقالي طمير عند بذاني ويسوق لك دلة لجلك بسويها ويسوق لك دلة لجلك بسويها يا خوي يا مسندي كان الله أحياني ما تاخذ إلا الجميلة وانت راعيها ما تاخذ إلا الجميلة وانت يا قرب لا تشفق على شامي رجلي على الكايدة دايم مضليها كفو كفو رجلي على الكايدة دايم مضليها لك باقف يا افتخر بكل خولاني ولك سمعته ما حدا يقدر يضاهيها لك سمعته ما حدا يقدر يضاهيها سعد خوي لا غدا في الجو دخاني يقضي لزومه ويغديها ويعشيها يقضي لزومه ويغديها ويعشيها تقلط مقالي طمير عند بذاري ويسوق لك دلة اللي تسويها ويسوق لك دلة مسندي كان الله أحياني ما تأخذ إلا الجميلة وانت رعيها ما تأخذ إلا الجميلة وانت رعيها سلام عليكم جميع يا سلام الله يسالم صح لسانك صحة ما قصرت يا شباب ما شاء الله يعني من بدوا وهم في رتم وفي ازدياد وفي ازدياد وفي تقدم وفي ما شاء الله محبة أكثر أبشرك يا أبو فهد يعني مراجل بدت يعني نسخة مراجل يعني أثبتت وجودها على جميع النسخ أمانة أبو عبد العزيز فيه انسجام نفسي
ويسميه حنا المختصين نفسي توافق، توافق في الفكر، توافق في كل شيء، بس ممكن أخرج عن النص شوي. أخرج عن النص. راح خروجك. أنتم مميزين، ودائما المميز عشان يستمر في تميزه لابد أنه مرة يقال شكرا، ومرة يقول بيض الله وجهك، ومرة يقال له قول وفعل، ومرة يقول لا تربت يداك، ومرة جعل من جابك في الجنة. فأنا ودي همسا مني أنا الدكتور عياد العتيبي، نعم عليكم زود، يعني عضو مع أستاذي بدر الحسين في فقرة قول وفعل، زملائنا في فقرة خذ العلم، هدوا على شبابنا شوي، ترى علومهم زينة وغانمة. يا سلام. أما قلت لهم شكرا لا تشدون عليهم، مو أعطوهم أوكي، أنتم لكم وجهة نظركم وكل شيء، بس ترى والله أن علومكم منها غانمة. فأنا وبدر نعد الماء في سبغ الدهر بإذن الله. قول خذ العلم شوي عندنا عليهم كذا شوية ملاحظات، نقول لهم ترفقوا على الشباب السابقين. ها؟ وبعدين الشباب هذولا يعني أمانة نجوم، فالنجم عطف فرصته خله يكفخ مثل الحر. يا سلام يا سلام. فيعني شوية شباب، ترى شبابنا كفو، وأمانة لما نتابع في القنوات الأخرى نجد أن قدام عمالقة بإذن الله، بإذن الله بيجي يوم من الأيام نفتخر فيكم، هذا حين وبعدين. يا سلام والله مو مجاملة. هو خذ العلم مجتهدين وما شاء الله يعني يجتهدون في مبدعين في تخصصهم في بعد، ولكن أنا أقول لهم تراكم زودتوها شوي شويتين. ها شويتين يعني هدوا عليهم. يا سلام يا سلام. طيب أنا صراحة ودي أسمع منكم كلكم، ودي أسمع من فؤاد عشان الوقت معنا. عاد فؤاد يبيك تسمع منه، يبيك تصوره وطالب بالبطانية، فؤاد يبيك كل شيء يا فؤاد. أهدى من كذا. طبعا أول شيء أنا أشكر جمهور قناة الواقع كلها، وخاصة جمهور فؤاد، وخاصة أهل ليبيا. أهل ليبيا كسروا عندي هنا سناب، هاو شونكم عليه عند فؤاد وفؤاد وفؤاد. يستاهل فؤاد، نقول له مبروك مبروك نجم الجمهور يا فؤاد. والله أنه نجم. وأنا أتوقع الأسبوع الجاي عند علي مناحي. علي اللي خذها قال لي انا ما اخذها يا ابو عبد العزيز. والله والله يا ابو عبد العزيز. وكلكم والله كلكم نجوم. اي والله. بس انا احب مازحكم يعلم الله، والله كلكم والله عندي نجوم. هاي كل منا يتجرق على العلم الطيب. بيض الله وجهك. وهو بغريب. تفضل يا الله انك لا تواخذني بفعل ذنوبي. واغفر زلات لساني والقصور داية. أنت يا ربي تعرف مرادي ومطلوبي، يوم أطيح إنك توقفني على رجلي. أنت يا ربي تعرف مرادي ومطلوبي، يوم أطيح إنك توقفني على رجلي، يوم أطيح إنك توقفني على رجلي. سلامتكم. ما شاء الله تبارك الله. عبد العزيز تفضل. احنا والله فيها خبر وحاصله حصلت امس، والله ضيقتنا صراحه، وحاله بيننا وبين اسعاد الجمهور اللي ورشاش صراحه، اللي هو خروج متعب خوينا متعب الرجال. لا تقول والله انا اقولها صدق، والله انا اثر فينا جدا، ترى يتكلم بلساننا كله، واتكلم عني عن الربع. انا تابعت والله طلوعه، ويعلم الله اني انا كذلك محزم معكم. والله هم طالب، تعرفون الاليه، واللي يخطي ياخذ. نعرف، لكن انتم ان شاء الله انكم كرماء وتستاهلون وتفعلون، نبيكم تراجعا عن القرار هذا. انا احس ان القرار هذا شوي اثر علينا، انكم تنصفون. وحتى لو كان يعني الاليه هي العقوبه الاساسيه،
أنتم والله تعطونا ولا تقصرون معنا، وحنا مثل عيال بإذن الله. هذه الرجعة إن شاء الله مع الإدارة إن شاء الله، وإن شاء الله ما يكون إلا الزين. نبي صوتكم مع صوتنا أبو فهد. أنا مع الشباب أبو عبد العزيز، وأنتم كإدارة أنا أحترم وجهة نظركم، ولكن فيه شيئين، فيه شيء اسمه تدرج في العقوبة، وفيه الحد الأدنى من العقوبة والحد الأقصى من العقوبة. يعني الهدف تصحيح وليس عقاب. فأنتم إدارة موقرون لكم أنظمة وكيان، بس أيضا لا حد يا شباب لا حد يعتقد إن مثلا أن القرار كان مجحف. لا، الإدارة لها وجهة نظرها لأن هذا رتم، ولكن قد أن الإدارة قد إن شاء الله بإذن الله أنهم يكتفون بعدين بحد أدنى، يعني مع شروط يعني الزامية بإذن الله. الإدارة إن شاء الله كلها كرم، وأنتم تستاهلون بإذن الله. الأمل فيهم والله إن شاء الله. من الرسائل الشيء الكبير، وصراحة ما توقعت يعني محبة متعب بالرقعان لهذه الدرجة. أنا أحبه صراحة على الصعيد الشخصي. يستاهل متعب. كبار السن والله راسلوني، والله لو يسمحون لي يمكن أنزلها. بعض كبار السن أرسلوني وهم يبكون يعني من محبة متعب، وهذا صراحة شيء جميل من متعب ودوره في القرية وتحريكه للبث، وكل واحد ألومة طيبة يلقى الأحد، حتى إلى درجة، لكن هذه بخليها في آخر الفقرة، إلى درجة يعني أبنائي أنا. أبنائي لما دروا بالخبر ولو مهم طيب أبو رجعان عندي، عندي ركان ونزلت أنا في تويتر ركان وحسن يرسلون لي، ولعل إن كان الكنترول جاهز عندهم المقطع الكنترول، لعل في آخر الحلقة أنزل لكم صوت ركان وحسن. جاهز المقطع حق ركان وحسن؟ إيه طيب خلاص، في آخر الفقرة إن شاء الله نسمعهم صوت ركان وحسن لما طالبوا برجوع متعب، وإن شاء الله أن نشوف آلية فيه، ولا نوقف على أنظمة بعدم الرجوع. أكي. والله أنها وراء قلبي من وراء الخاطر بإذن الله. تفضل يا عبد الله. ما قصر أخوي مبارك، أنا اسمح لي عندي رياض كثير. تفضل يا عبد. كتبت نواجه الصعب بس العشق للأصعب، ونمزح ونمزح ونلعب عسل هقوات منصورة إلا بالأصحاب، لا نمزح ولا نلعب، الصاحب مقدر بغيبته وحضوره وتكفى يا ابو صالح ويا الطاقم المرعب، وتكفى تغير قرار الرجل وشعوره. الله الله ربتكم يا وجيه الخير في متعب، ردوه لعيوننا وعيون جمهوره. الله 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 عن ابشروا بالزين، ابشروا بالزين. ان شاء الله ان كل هذه الطلبات وكل هذه مسموعه ان شاء الله، وموجهه ان شاء الله لمجلس الاداره، وإن شاء الله يكون فيها الفصل القريب بإذن الله، الفصل القريب، ولكن نتركها بإذن الله. بإذن الله أنا طلبات كثيرة والله، كلها طلبات وكلها أرسلها الإدارة. سلطان كنت بسمع لنا صوت، عطنا يا عبد الله. هلا. لا نبي صوت من صوت عماني، ما هي بسواليف يا عبد الله. يا سلام، كل الشباب ترى لا معليش يبي صوت عماني. مشرف اشرفت. لا مشرف البيجيني بالشمال. هاي تسلم. يلا عشان الوقت. هنا الميرب في المحبة، وعارف دستور المحبيب. هنا الميرب في المحبة، استر المحبيب. الحب المؤمن يا ولا عبه، الحب له معنى وترتيب. الحب المؤمن يا ولا عبه، بله معنى وترتيب. يا قام زمن جاب عبه، ارواح وصف. الله الله صحيسانك صحيسانك والله يا عبد الله صحيسانك صح صوتك. اخوي فهد نبي مشاركه.
بصوت هو مزعجنا بصوت. بس شوف شوف دقيقه ابو عبد العزيز. لبيت في منى، انا لي شهر ما جيت من 3 أسابيع بالعربي، نبي شيء جديد 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 جديد، مو على كيفكم تسمعوني شيء. انا ترى اتابعكم وتستاهل والله اني اتابعكم انا، بس نبي بس النبي يغني بصوته، ولا ترى ما نبغى نغني. اصبر اصبر، محسن ومشرف وفي واحد ساكت احسب ان الاضواء ما بيما وسلطان كلهم اليوم نسمع منهم كلهم. بس انا ودي اسال سؤال نفسي يا ابو عبد العزيز، اقدر اسال اسئله نفسيه وانا في قول فعل؟ احنا يعني من الاشياء الجميله تواجدك معنا يا حبيبي، بما انك يعني في اختصاصك النفسي واستشارات الاسريه، جلستك مع الشباب زياده ولك المجال مفتوح. طيب وش سر حمد المهان لابس نظاره في الليل؟ ليه يا حمد؟ اعلم يا حمد، اعلم نورك ساطع يا حمد. لا والله اسال ليش؟ اعلم اعلم ايه ما في ها؟ ابيع ولا اشري؟ لا لا خاف عسى ما في عيون الشيء. لا لا ما في شيء، الحمد لله. الله يوفقك يا حمد. بعلم قال علم علم. الشباب يحبون تصاميمه. لا اثرني تصدق اني بدوي ما ادري عن شيء انا صدت رمان. سامحني يا حمد. حبيبي يعلمك يا حمد. يا فؤاد يا فؤاد والله يا فؤاد، انا ما عاد ادخل سنابات بدر الحسين، ما عاد ادخل من اول كنت ابو عزوز يعطيك العافيه، كلها فؤاد، بطانيه فؤاد دقايم صاحي يا فؤاد، ما في الا البطانيه الحمراء ذي قديمه بعد. ابو عبد العزيز يحبني وانا اعرف حظ فؤاد يا فؤاد. لا طيب يا فهد عشان ما تضيع. انا رغبتي وهويتي دقيت بالبر، شوف الدبش والري وسط الخال الخالي. انا رغبتي وهويتي دقيت بالبر، شوف الدبش والري وسط الخال الخالي. ضرينا على نفحس موي النوح النبحر، جوج الخلا مشطوي والغرم قيولي. ضرينا على نفحس موي النوح النبحر، جوج الخلا مشطوي والغرم قيولي. سلامتكم. فاعل مناحي يا مرحبا، نبي نسمع صوتك يعني. والله ما اطلع صوت. مشاركه اي كثير طول الاعمار بالوقت. اوصي نفسي واوصي اخواني واوصي المتابعين والمشاهدين. الصلف انا فاهم تصدقه. اسلم خلينا لك في الدنيا وفي الاخره، هذا اللي عندي وسلامتكم. بيض الله وجهك. شفيت ووفيت. الصلف من عين الصلف؟ صلف زي الكرك. ها؟ زي الكرك. يا سلام. طيب يا عبد القرين. لا 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 ما هو على كيف، عبد الله قريب يبي شيء. ها؟ يبي شيء. عبد الله يبي صوت. نعم. هي انت عبد الله شاعر ترى، شعرك زين. تبي قصدها؟ اللي تبي صوت. شلها. ما نبي احفظ الصوت اضيع اللحن، لكن يقول هذه ابيات واهل رفيق اللي بس انها ما عليه احبها. يقول يا رفيقي كيف حالك عسى حالك تمام. يا رفيقي كيف حالك عسى حالك تمام، والله انها كل ما ضاقت علي اتذكر كدري انها في الجزيره تحت حكم الامام، لكن انصاف الليالي مكايد وسكك كل اللي ضاق يذكر له رفيق وحزام، ما يضيق اللي رفيقه حزامه مرتبه كذا اخرك اليوم لمحك اللي شفته الغمام، خابر ما غير عبيد اللي افكر حبك. حجيليه مش ناخذ من سلطان تغيب. انا جاي اقول عشان تستعمل. مرحبا بك يا ابو عبد العزيز، نورتونا دكتور عياد مبطي ما جاء. قلبك يا ابو عبد العزيز. انا دكتور. حبيبي انا ما قالي لي لا تجي. بالله. لا والله الفقره يعني تاجلت فتره لان فيه ما شاء الله مجموعه فقرات، وابو عبد العزيز امانه ما قصر. سخر نقاط الفقرة على ها جزأها، فحقكم
اللي تستاهلونه بيجيكم وابشر بالزود بعد. والله ارفع ابشر بالخير. عبد السلطان صوت. خاطري ما هو بطيب ولا مرتاح بال والعرب ما عادني شاف في منطوقها أتظاهر بالسعادة وأقول الحال ولا انا ضايق ولا اخلاق طايح سوقها كل ما اذكر حاجة العصر يوم الظلمان يوم شاعة المفاق تلوح كن ما حولي من الناس ناس لا تزال عايشة في الأرض هذه وتمشي فوقها وجد حالي ليت لا قلت للماضي يرجع الماضي والأيام يرجع ذوقها يرجع الماضي والأيام يرجع ذوقها من الجبال كان على أحزان البليغة سلمت طروقها وهليت الموت ما ياخذ زحول الرجال كان ما هدت عيالا الرخوم سبوقها سلام يا سلام خطرنا ما يبيان عشان اخوينا متى رجعوا لنا وجين خطر اني داري ولكن ابشروا بالخير ابشروا بالخير هذا اللي اقدر اقوله ولا تزودون ترى انا معكم والله اني معكم طيب من بقى ما سمعنا من مشرب مشرب نبي جيني مشرب عشان ناخذ من هو معنا في قول وفعل طالع بصوت المطر ما عندنا صوت الله 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 سالم يزعل علينا ها سالم ما يبي طاري سالم سالم ما ما كل شيء زين يحب السالم ابو فهد عرف ايش اللي يخاف والله سالم ما سالم لا جيت في الطاله لا سالم فوقها والله سالم رمز مو بلعب انه ذوق رفيع جعل ربي يطول من حياتك ابو سالم يا سلام يلا مشرف ما علمك صوت المطر كيف احترك وكيف اجيك اشتاق لك احن لك ابغى وصالك واحترك ما علمك ما علمك ما علمك ما علمك ما علمك صوت المطر الصدر ضاق الصدر ضاق يا لنوب طار الفراق لتزمن فيني يروف تعبت من كثر الظروف لتزمن فيني يروب تعبت من كثر الظروب تعبت من كثر الظروب يا سلام يا سلام الله
السلامة. صح لسانك يا مشرف. بقى معنا حمد المهان آخر واحد عشان. إيه. في صوت. قد شاركت. ها؟ شاركت وياه. حمد. لا والله يا حمد ما شاركت. نبي صوت. أنت مبدع لكن. لا. تحمد. اللي تبي صوت ولا قصيدة اللي تبي. والله أنا مشارككم في استماعي لكم في حضوري. بس حنا نبي منك نسمع بعد. والله ما عندي شيء. مرة. إيه والله. صوت عندي صوت. عادي أروح جنبه. هم؟ أقول